هذيك بلا ما هذيك بلا ما تجعل واش هادشي خويا اللي تيق بيا وانت تيق بها انا مشيني انا تكون مرا زوينه وتكون الحمد لله ماشي من هذوك العائلات اللي تيبقاو تسنطوا البنادم تكون تيقى فيك وتيقى فيها اما هذيك المراه اللي تتبقى تسنط لصاحبتها وتسنط لعائلتها وتسنط لهذيك تاعها خويا حتى الشباب حتى الشباب مساكن اللي غيغامروا براسهم ولا شي حاجه ما يغامروش براسهم حيت هادشي دابا اللي تيمشيو ليه راه خايب ريسك ريسك ومشي غتمشي 100% فهمتيني الناس كاين اللي قتلوهم في الطريق كاين المسكين اللي مات فهمتيني كاين اللي العلم الله شنو طاري به وشي سيون صحياتي تحياتي لاباس راس الله اكبر بك والحلال يا رسول الله صاحبنا ديال الصح ماشي مرحبا خويا مرحبا بك مرحبا بك ما عرفتي شوف راه اي حاجه ماشي تتكون من عند الله سبحانه وتعالى اللي بغى يكتب الله شي حاجه راه يكتبها هاك شتي حنا عسنا الجفاف وربي جاب الشتا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء شاب يعني شاب نقي مربي يعني واحد الانسان ولد الناس يعني بغى ما تيكمي ما تيشرب كيف ما تيطرح يعني بغى غير الحلال يا رسول الله وفكر الفكره ديالو قال لك بغيت نمشي لاوروبا بغيت نتزوج بشي بنت الناس اللي تكون في اوروبا السلام عليكم خويا السلام خويا يونس كي داير بخير لاباس كيفاش عليك الله يحفظك الله يحفظك شنو هو الطلب ديالك الطلب ديالي اخويا راه قلتو لك انت خويا ما تخبيوش عليك زين قلنا لك شنو كاين بالنسبه للزواج بغينا نتزوجوا ان شاء الله الا كتب الله الحمد لله دابا راه 42 سنه الحمد لله 42 سنه مشيني بنادم ما يبقاش مشيني الضحك الدوران الضحك الدوران مشيني الله يجعل البركه بالنسبه للزواج اخويا بغيت نتزوج ما بغيتش نتزوج انا في المغرب مشيني راك عارف انا مشيني ملي بغيت نمشي كنت باغي نمشي بواحد الخطره كنت باغي نحرق نمشي لبرا من تركيا كنت بغيت تتحرق وما وداك الشيء اللي شفتو اللي وقع الناس واللي تيعاودوا الناس مشيت لتركيا مشيت لتركيا مشيت لتونس مشيت مشيني بالنسبه لهذاك الشيء اللي وقع الناس ما بغيتش يوقع لي حتى انا بحالهم فهمتيني الناس كاين اللي قتلوهم في الطريق كاين المسكين اللي مات فهمتيني كاين اللي العلم الله شنو طاري به وشي تمسح اخويا حتى الشباب مساكن اللي غيغامروا براسهم ولا شي حاجه ما يغامروش براسهم حيت هذا الشيء دابا اللي تيمشيو ليه راه خايب ريسك ريسك ومشي غتمشي 100% راه عندك 10% ولا 20% اللي غيمشي واخا الشيء الاخر كله غيتكرش واخا انت قلتي لي بغيت شي انسانه واخا تكون انت متقدمه في السن في اوروبا مهم عين تزوج بها صح انا بغيت شي وحده اللي كانت الحمد لله برا تكون خدامه الحمد لله حتى حنا مشيو تما ونخدموا على راسنا حتى حنايا الحمد لله انا خدمتي بكل شيء انا تنعرفتي نخدم اي حاجه انا كاع اي حاجه نخدمها برا يعني الحمد لله اخوك قال لك 7 سنين عرس خضيع خدمه اي خدمه نخدمها انا يعني في المغرب وتجبدها من فم السبع الحمد لله واخا انت ما فيك لا بلي تبارك الله ما فيك حتى شي حاجه يعني واحد الانسان اللي نقي تيصلي تعرف الله سبحانه وتعالى ما تتكمي ما تشرب كيف ما صرحتي لي باش تهد ما تكمي ما تشرب ما هو الحمد ما والو انت واحد الانسان ولد لا فامي يعني هادشي تنقولوه باش الناس البنت اللي بغات تتزوج تعرف شنو كاين واخا انت ماشي بغيتي تتزوج جواز مصلحه يعني لا قلتي لهذيك الانسانه اللي غادي تديني لبرا ما غنساش الخير ديالها لا ان شاء الله هذيك اللي غاديني لبرا وهي واش وحده غاتجي ديك انت شوف الحمد لله غاتجي وحده ديك وتعيش معاها برا وتقاد ديك وريقاتك وتبقى معاها برا وفي الاخر تضحك عليها هذه راه كاينين اللي هذه شوف متفق معك كاين اللي تيدير هادشي راه حيت قال لك حوته وحده تتخنس الشواري الشواري اخويا كاين اللي تيدير هادشي هذا كاينين كاين اللي عاد تيمشي تيقضي غراضه وصافي الطاق تيمشي بحالاته حنا لا تيقول لك دبرت على الوريقات الراجل هو الكلمه حنا دابا راه مشينا تنهضروا اونلاين مشينا لايف مشيني هذه راه تتبقى يعني تتبقى في التاريخ في التاريخ المراه كاع الا درتي معاها ولا راه تجبد لك الفيديو تقول لك انت شو تكتي تقول فهمتيني انا المراه اللي غاتديني لبرا مشيني ونخدم ان شاء الله برا ونتعاونوا على الوقت وعلى الزمان تكون مطلقه ولا تكون مشيني مشيني ماشي مشكل انا مشيني انا تكون مراه زوينه وتكون الحمد لله ماشي من هذوك العائلات اللي تيبقاو تسنطوا البنادم تكون تيقى فيك وتيقى فيها اما هذيك المراه اللي تتبقى تسنط لصاحبتها وتسنط لعائلتها وتسنط لهذيك هذيك بلا ما هذيك بلا ما تجعل واش هادشي خويا اللي تيق بيا وانت تيق بها تقول لها انت هذيك كاينه تقول لك كاينه انت حساس لهالدرجه يعني أنا عندك واحد الرومانسيه اللي هي يعني بغيتي واحد الانسان اللي تحس بيك وتكون ديالك وديالها تيق بيك وتيق بها هذيك هي المراه هذيك اللي تتسمى هذيك تتسمى شنو تتسمى هذيك المراه اش تسمى هذيك السيونس هذيك المراه لا المراه الوفيه تتوفي بالعهد ديالها
تتكون تتلقى وقت الشدة وقت اي حاجه الجفاف تلقى تلقاها واقفه مع هذيك هي المراه هذيك اللي تسمى المراه المغربيه الاصيله هي هذيك المغربيه الاصيله المغربيه الاصيله الله يرحم الوالدين تحيه للمغربيات تحيه بزاف للمغربيات الاصيلات وكاينين هذا الشيء اللي تنقول لك كاينين في العائلات كاين باقي في العائلات كاين شي عائلات فيهم هذا الشيء اللي تتموت على راجلها وتكون غاده في الزنقه وما تشوفش حتى الشبه وما تهضرش مع الشبه حيت الدائره اللي ولات دابا ديال بنادم ما تعرف لا اللي مزوجه لا اللي مشيتي غادي تبدا يهضر مع امراه ومراه غاده بحالها خدامه مسكينه واش تبقى هادشي ولا عندنا يعني خصنا نحترموا فهمتيني احترام هو كل شيء هذيك اختك اختي اختي والمراه اللي تتكون غاده وحاضر راسه وغادر خدمته ما تهضر مع حتى واحد وخا يبقى يهضر معها حتى الصباح ما تهضرش معاه هذيك هي المراه الاصيليه اللي تطيع راجلها وتتبقى وافيه الراجلة واخا اللي خلاك انت تطلب الزواج بوجه مكشوف لاوروبا بغيتي تصوفي راسك بغيتي تخدم بغيتي يعني 44 سنه وانت عييتي 42 سنه يلا غنطلع في 42 تبارك الله دابا انا المشكله بنقول لك انا كنت نخدم في الكيران فهمتيني ايامات بن جديه تخدم كريسون في كيران ما خليت تبلد في المغرب حافظ الدروبات المغرب حافظ كل شيء المغرب بلادي حافظه كلها مشيني انا كنت زعما مشيني خدمنا في السيكوريتي ما خلينا فاش خدمنا خدمنا مشيني مشيني بيعوا الشراء الحوايج بعدا شوف قلت لك الخدامي كلهم درت عليهم خدمت يعني مع تريسيان خدمت مع ميكانيسي خدمت مع مشيني العمل الخدامي الحمد لله بخير ولكن ما قدرتش اخويا على شي على هاد المحاكم اللي عامرين وعلى هادشي الطلاق انا بغيت شي مرة تهز من المغرب تحط في اوروبا تولي مونطاليتي اخرى حيت هنا لا تزوجتي عرف راسك راه شملك تشتت لك في بلاصه دقيقه حيت حاضر مع حيت الفلوس تيلعبوا دور الفلوس تيلعبوا دور الخدمه يعني انت بغيتي تمشي تحصل الوضعيه ديالك الوضعيه ديالي مشي لبرا مشيني تما ما غتشوف حتى شي واحد تما غتبقى على الكوار تما مشيني وهذه ما كاينش اللي يحسدك ما كاينش اللي يتبعك ما كاينش اللي يحضيك مشيني غتبقى تما برا بخير واكل شارب جمع فليسات تدخل البلاد جاب الله شي رزيق دير شي مشاريع هنايا تيشوف الوالدين الحباب كان الحلم ديالك من بكري بلادنا حنا بلادنا وخا مشيو حتى المريخ ضروري نرجعوا لها حيت ما كاينش بحال المغرب ما عمرك تلقى بحال المغرب المغرب زوينه ملكها زوين الله ينصروا لينا ونقول لك واحد الكلمه اقسم بالله العلي العظيم الى احسن دوله في العالم عندي انا هي المغرب هي المغرب مشيري ولكن انا بغيت نبدل شويه لا مونطاليتي بغيت زعما نخرج نشوف اوروبا يعني حيت الله خلق لنا كاع البلدان باش نخرجوا نشوفوا العالم ونشوفوا نشوفوا الدوان ونخرجوا نشوف انا امنيه ديالي باغي نمشي حتى انا لبرا بلا حريق بلا والو جبت الناس اللي كانت عايشه برا نمشي لبرا ونخدم على راسي برا عادي راه حنا شوف كاع العالم كله بلاد الله فيما باش يجي بلاد الله بلاد الله راه كون واحد فين خالق الوطن ديالو تيبقى كون واحد تيبقى الوطن ديالك الحبيب تجيلي الحبيب ديالك تجيلي وقيت ما بغيتي وما كاينش اللي حرمك منه وعندك لاباسبور مغربي قديم الباسبور مغربي ولا كارت لاسيونال ديالك مغربيه مغربيه تفتخر بها في اي بلاد الحمد لله واخا انت كنتي تحلم بهذا الحلم ولا حتى يعني ما تحقق لكش الحلم ديالك مثلا لاي شاب تيحلم يتزوج ويدير الدار واش عاد وليتي تفكر في اوروبا ولا كتفكر بكري انا اوروبا ما نكذبش عليك نقول لك واحد الكلمه ماشي تنفكر في اوروبا انا حيت تحتي قلبك تحتي قلبك لا انا اوروبا شحال هذه مشينا مع ناس عشنا مع ناس شحال ديال الناس عشنا معاهم كاين اللي لاباس عليه كاين اللي ما عشنا هو كاين اللي 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 اللي, 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 اللي سبحان الله عنده ما عشنا هو برا عنده الجنسيه ديالو برا كاين اللي واي واحد تيقول لك صافي شي غتمشي غديوك صافي والو نكذب عليك الكذاب لا قال لك شي واحد غنديك ولا غنصوفيك ولا غندير لك شي حاجه باش تمشي ولا والو المغرب لا قال لك شي واحد شي حاجه كذب عليك هنا ما كاينش اللي يديك يعني خديتي وعود كاذبه مع عند الاصدقاء ديالك كلشي والو ما بقات حتى واحد شي اصحابك لا عائلتك لا حتى واحد نقول لك شنو كاين كلشي تيكذب كلشي راسي يا راسي كل واحد تضرب على راسه غنجيك من الاخر هاد بلادنا كل واحد تضرب على راسه على راسه ما بقاو عائلات ما بقاو صحاب والو قليل ياك ونتمنى لك الخير خويا العزيز وربي وراني درت الرقم ديالك هادشي هاد الفيديوهات هادو راه تيشوفوهم الناس وغادي يشوفوهم الناس في اوروبا احنا وبارطاجي احنا سي يونس احنا ما تنقولوش شي حاجه خايبه وما تنخرجوش فمنا شي حاجه خايبه والله يخلي فمنا ديما نقي واحد الحاجه بغا نقول لك يونس ونوصلها لك ونوصلها للمشاهدين ان الحلال يا رسول الله الزواج ماشي حرام ديال الله ما يضحكش عليه بنادم
وما غاديش اي واحد شتاك اللي غادي يشد فيك ولا يضحك عليك ولا يعايرك ولا يزباك ولا يقول لك هذا شوف هذا بغاه برا بغاه اوروبا ولا هذا الشيء. عرفوا هذاك مسكين يا مسطي يا ناقصه شي حاجه فهمتيني. وبنادم اللي غايشوفك ويقول الله يكمل عليه بخير الله يسهل عليه بغى الحلال عرفوا راه مسلم وراجل طيب الله يعطيه الخير والله يزيدو حتى هو ويخلي ليه الوليدات واللي ما عندوش الله يجيب ليه الوليدات واللي ما عندوش المراه الله يجيبها ليه يا ربي واللي مزوج لي سلط عليه سلط عليه شي 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 ولد الحرام ولا شي بنت الحرام ولا يفرقوا واللي عنده شي عائله الله يخليها ليه. وتنتمنى من هذا المنبر من عندك يا يونس اخويا نقول لك واحد الكلمه هذه باش يبقى يسمعها اي واحد اي واحد اي عائله زوجات ولدها ولا اي مشيني شي واحد مزوج بنته ولا ولده ولا شي حاجه انا مزوج دخلوا بالخير دخلوا بالخير سيروا عندهم مره مره في السيمانه شوفوهم لله وخليهم يعيشوا الحياه ديالهم ما تبقاوش ناعسين لهم في الدار جايين عند ضغوطات عائله ديال العروسه تضغط من هنا عائله العريس تضغط من هنا وتتنوضوا الفتنه وهذوك الجيران اللي تيكونوا في الديور فين ساكن العريس والعروسه تتلاقى مع شي صاحبته في الدار انا راجلي شرى ليا ثلاجه انا راجلي شرى ليا هذه انا شرى ليا هذه شرى ليا بورش شرى ليا هذه ديك راه فيتنه وتتبغوا تصيروا الصداع الراجل مع مرته وانا تنقول للمراه اللي مزوجه مع الراجل ما تثق حتى شي واحد وتنقول الراجل اللي مزوج بالمراه ما تثق حتى انت بشي وحده وحتى شي واحد تزوجوا عيشوا الحياه ديالكم تتموتوا موتة مستورة وتبقوا بأمان الله مع الله بخير ومع العبد. أما راه بنادم راه ما عنده ما يعطيك ما عنده ما يجيب لك. مشاهدي الموقع معكم كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء مع هذا الشاب هذا اللي تيطلب الحالات. نتمناو ليه إن شاء الله مسيرة موفقة وحنا وضعنا الرقم ديالو الهاتف اللي حنا وضعناه هو 07 23 74 71 71. الله يجازيكم بالخير اللي بغى تفاعل مع هذا الشاب هذا الحلال مرحبا بها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.